السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد الرحبي مرة ثانية في حلقة جديدة وأغنية جديدة نتعلمها اليوم لفرقة الإخوة البحرينية. مثل ما الكثير من الشباب طلبوا، أتمنى أن أغنية اليوم راح تنال إعجابكم، أغنية الفنان الراحل علي بحر، أغنية كم عانيت. الصراحة استمتعت كثير أني أطلع الكوردات تبع الأغنية، وأعتقد أن بها ذكاء جدا ممتاز في عملية الكومبوزيشنز للأغنية هذه، وأتمنى أنها تنال إعجابكم، وإن شاء الله راح نبدأ ندرسها على طول. طيب الأغنية هذه يعني راح نحن مثل ما عودتكم دائما أن راح نشتغل على اللي هي الفيرس اللي هي الأغنية الكلمات، يعني بدون الموسيقى. ومن هنا راح تشوفون نعزفها يمكن بالإلكتريك جيتار، بس تنطبق على أي جيتار ثاني، ممكن تعزفها بالإكوستيك جيتارز أو ممكن تعملها بالإلكتريك جيتار. أنا حبيت أعزفها اليوم بالإلكتريك لأن المود جاي كذا، فعسى أنهم تعجبكم. والكوردات كلها راح تكون عندكم بالشاشة بشكل مبسط ومع الدايجرام، فلو تتبع الكوردات اللي عندك بالشاشة راح إن شاء الله ما راح توه يعني. بالنسبة للريذم، طبعا الريذم انا دائما افولو الريذم تبع الاغنية نفسها، انت امكانك تستخدمها باي ريذم تريده سواء كان هادي او سريع براحتك، يعتمد على الكونسبت اللي راح تطبق الاغنية بها. بس باختصار راح نبدأ على طول في الاغنية، واتمنى انها تنال اعجابكم وحياكم الله. هادي الجي ميجر 7، اف شارب ماينر 7، بي ماينر 7، اف شارب ماينر 7، كررها مرتين، E minor, F sharp minor 7, major 7، يرجع لل F sharp minor، هنا يروح لل E major 7، طبعا هنا راح يكون لل A major لل D major 7، تدا دا دا، يرجع لل F لل G major 7، تا دا 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 دا، وينتهي لل F sharp major 7. الأغنية شوية تحتاج تنقل سريع، فأنا أتوقع أنها تكون على مرحلة الـ intermediates لشوية الـ advanced بالنسبة للأغنية، فبغنيها الحين بدون الـ background. راح تكون كم عاني من فراقك، أنا عانيت وكل ليل يعذبني السهر، إذا في خاطري مريت هذا المقطع الأول بهالطريقة. المقطع الثاني راح نشوفه، راح تكون الـ B minor 7 دا 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 دا، بعدين تروح للـ A major دا 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 دا، راح تروح للـ E minor 7، وبعدين تنتهي للـ F major للـ F major عادي. فتكون أبي سبب قل لي اللي بدا مني تروح وما جني، كنتك حبيب في يوم. أبي سبب قل لي اللي بدا مني تروح وما جني، كنتك حبيب في يوم. هذا المقطع الثاني، نروح نسمعها مرة ثانية وحاول أعمل كومبينج معه. شو؟ هذا الكورد راح يكون يرجع مرة ثانية كم عاني، نفس الشيء. طبعا الموسيقى ما بغطي، راح نتجاوز عنها ونروح على المقطع اللي بعد كذا ونشوف الكوردات اللي بعد هذا المقطع. نبدأ مرة ثانية راح تكون G major 7، F minor 7، B F minor 7، B minor 7، F minor 7، E minor لل F sharp minor 7، major 7 لل G، ترجع مرة ثانية على ال A لل D major 7،
يرجع. نفس الكوردات بوزيشن ثاني. نفس الكوردات بوزيشن ثاني. في هذا المقطع راح تكون يعني نفس الـ A minor 7 بس يعمل كروماتيك للبيز لاين، فراح تكون انت عليك تمسك اللي هو الأوتار هذه بس، كل اللي يتغير عندك قل لي بكل صراحة اليوم إذا قلبك يحس اللي يتغير بس البيز لاين، فراح تكون انا امسكها بالجاز بوزيشنز. قل لي بصراحه اليوم اذا قلبك يحس بيني، قل لي بصراحه اليوم اذا قلبك يحس فيني، ناتج عمري نعيش مهموم وانت بعيد مناسي. هنا راح تكون البي ماينر، بي ماينر 7 للاي ميجر انزين، ومن ثم تروح للاي ماينر 7 وتنتهي للاف شارب، للاف شارب ميجر. فتكون دا 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 دا. فنسمعها كيف وانا بحاول اعزف معها. راح تكون شوف هنا يرجع نفس الشيء اللي يتغير البيز لاين. يرجع مرة ثانية نفس المقطع، نفس الشيء E F sharp minor 7 G major 7 يرجع لل F sharp A لل D major 7 يرجع مرة ثانية لل F sharp لل F sharp minor 7 وبكذي الأغنية طبعا تتكرر بأكثر من طريقة، بس هذه كل الكوردات للأغنية. وأتمنى أنها تكون نالت إعجابكم اليوم، وأتمنى أن يكون فدكم، وأتمنى أنها راح تفيد كثير من عازفين الجيتار اللي يحبون فرقة الأخوة البحرينية ويستمتعون بأغانيهم. والله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله تتعلم، إن شاء الله تكونوا من العازفين الممتازين. معكم خالد الرحبي وحياكم الله.